وهنا في مساء وصباح ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباح وحياة قلبي وأفراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم في حفل تخريج جامعة الزرقاء. يدخل الآن وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور محمود أبو شعيره، ومعالي رئيس مجلس الأمناء المهندس سمير الحباشنة، وسعادة الأستاذ الدكتور بسام الحلو موكب أعضاء الهيئة التدريسية والخريجين. فاحتراماً للعلم والعلماء أرجو من الجميع القيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعادة الدكتور محمود أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المحترم، معالي المهندس سمير حباشنة رئيس مجلس الأمناء المحترم، عطوفة الأستاذ الدكتور بسام الحلو رئيس الجامعة المحترم، سعادة نائبي الرئيس المحترمين، السادة العمداء المحترمين، السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المحترمين، أيها الحفل الكريم، ضيوفاً وأهلين وخريجين، فاليوم يتجدد اللقاء بكم ويزدان المكان بحضوركم، حيث نحتفي وإياكم بتخريج الفوج الثاني والعشرين من أفواج الخير والعطاء التي تفخر بتقديمها للوطن والأمة جامعتكم جامعة الزرقاء. وما هذه الكفاءات من الخريجين إلا ترجمة عملية لحال الأردن المتصاعد في معارج الازدهار والنماء، وبفيض من مشاعر الزهو والفخار تتشرف جامعة الزرقاء اليوم بإعداد كوكبة من فرسان التغيير كما أرادهم جلالة أبي الحسين. ونستفتح بالذي هو خير آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جهاد ياسين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الحفل الكريم، الطلبة الخريجون، جميلة هي حكاية النجاح في عيونكم، فبتخريجكم اليوم اكتملت أفراحنا وتوجت نجاحاتنا، فأنتم أهم إنجازاتنا، وأنتم أمل الحاضر وصناع المستقبل الزاهر بعون الله. وقد حرصت جامعة الزرقاء على رفد المجتمع وسوق العمل بكفاءات قادرة على بناء الوطن وخدمته وتطوره، تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. وها هم آباؤكم وأمهاتكم تفيض قلوبهم فرحاً وسروراً، وتنشرح صدورهم بهجة وحبوراً زهواً بكم، وقد حققتم اليوم أحلامهم وآمالهم فيكم. نبارك لكم ولأهليكم، ولهم باقات الود والتقدير تمتد. والآن مع كلمة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام الحلو، فليتفضل مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. سعادة الدكتور محمود أبو شعيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، معالي المهندس سمير الحباشنة، رئيس مجلس الأمناء، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة أعضاء مجلس الأمناء، الزملاء نواب رئيس الجامعة، الزملاء عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، الأهل والأحبة، ذوي الخريجين، الطلبة الخريجون، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحلامكم الخضراء التي جئتم تحملونها من كل مكان. السلام على جامعة الزرقاء وهي تزفكم اليوم للوطن مشاريع نهضة ومعرفة وتعلم. السلام عليها وهي التي ما بخلت يوماً، عليكم يوماً بما تطلبون. أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي اعتزاز الوطن وافتخاره أن يحتفى كل عام بهذه الثلة من أبنائه، أبناء المستقبل وعماد الأمة وحملة الراية وفرسان التغيير. نحتفل بهذا اليوم باعتباره يوم حصاد ثمار جهودهم العلمي ومثابرة ذويهم طوال سنوات الدراسة والتحصيل. أتحدث إليكم اليوم وأنتم تودعون مجالاً معرفياً تلقيتم خلاله صنوف المعرفة والخبرة والعطاء، وتناولتم فيه أشهى ثمار النبوغ الإنساني، خبرة الأساتذة وتعاليم المعرفة الجامعية. وها أنتم تستقبلون باباً آخر من أبواب الحياة العملية، توظفون فيه ما تعلمتم من خبرات علمية، تبنون فيه وطنكم الذي ينهض بسواعدكم ويرتقي بمعارفكم وجهدكم في البناء والتطوير. أبنائي وبنات الخريجين، لقد حرصت جامعة الزرقاء طوال وجودكم فيها على تقديم أقصى ما تستطيعه في سبيل حصولكم على المعرفة والتعليم، فلم تبخل عليكم بشيء، بل ظلت وفية لرسالة العلم التي تحملها والتي حملتها لكم لتكونوا سفراء في أرجاء المعمورة كلها. فلم تدخر معرفة ولا قيمة معرفية إلا وجعلتها رهن عقولكم لتخوضوا معركة الحياة العملية مسلحين بما قدمه لكم أعضاء هيئة التدريس من عصارة فكرهم، فكانوا أهلكم وسندكم إلى الأبد. كل ذلك لتنطلقوا نحو المستقبل أصحاب رؤية وفكر وطموح. الطلبة الأعزاء، هنيئاً لكم تخرجكم، وهنيئاً لآبائكم وأمهاتكم عطاؤهم وسهرهم، فهذه الأمانة ردت إليهم هذا اليوم، ومنكم إلى هذا الوطن الغالي ردت إليكم شموعاً مضيئة وعقولاً منيرة وسواعد فتية تعلو البناء وتواصل المسيرة، مسيرة الخير والعطاء. هنيئاً لجامعتنا التي ستظل بعون الله رائدة مؤسسات التعليم العالي، وهنيئاً للوطن بإنجازاته، جامعاته وطموحات شبابه وشاباته. أيها الحفل الميمون، كل ذلك ما كان له أن يتحقق لولا دعم القائمين على الجامعة والمخلصين من العاملين فيها، أساتذة وإداريين الذين منحوا الجامعة كل ما استطاعوا لتبلغ هذه المنزلة والمكانة، فلهم كل الشكر وعظيم الامتنان. الشكر موصول لسعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود أبو شعيرة، ولمعالي رئيس مجلس الأمناء المهندس
سمير الحباشني. الشكر موصول أيضاً للأجهزة الأمنية التي تسهر على راحة وأمن الوطن والمواطن، والشكر كذلك لكوادر الجامعة من عمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية وإدارية ولجان التخريج على جهودهم المشكور. وعلى العهد سنبقى الأوفياء لنواصل المشوار، مشوار العلم والعمل، ليبقى الأردن في الطليعة دوماً وفي الريادة دائماً، وفي ظل القيادة الهاشمية وحادي مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين. عشتم وعاش الأردن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، لقد أتم هؤلاء الطلبة متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصاتهم، وأتم طلبة الدراسات العليا متطلبات الحصول على درجة الماجستير. واستناداً إلى نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة الزرقاء، وبناءً على تنسيب مجالس الكليات في الجامعة، قرر مجلس العمداء منحهم درجة البكالوريوس والماجستير. أرجو التفضل بتكريم الأوائل وتسليم الخريجين شهاداتهم. كلية الهندسة التكنولوجية، تخصص الهندسة المدنية الأولى، عبير عيسى. الناجحون: أنس النجار، إيهاب عبد الكريم، باسل أبو صافي. خالد خليل، خليل الشحادة، خليل جابر، سيف محمد أبو شاشية. عبد الرحمن أبو زيد، عبد الله سبوبة، عمر إبراهيم، عيسى خضر، فايز مناع، عبد الرحمن تايه، ليث أبو حمدان، ماهر أحمد. محمد ديب خاطر، محمد طارق كنجو، وليد الأسمر، يزن أبو سليم، يزن أبو نوفل، تخصص الهندسة الكهربائية
الأول صلاح الدين شبانه، هدى الشريف، أحمد أبو حمد، أحمد نصر، إياد عيسى، عبيدة سلامة، عمر حسن. تخصص الهندسة الميكانيكية، الأول عمر شيخ السوق. الناجحون أنس عبد الرحمن، ربيع الفقعاوي، غالب لافي، فارس الشوملي، محمد ملاح، تخصص هندسة الطاقة، الأول محمد عدنان، تخصص هندسة العمارة، الأولى مرام أبو عمرة. الناجحون أحمد منصور، بدر عبد الباسط، حمزة أبو رمان. إسراء معيوف، إناس العمائرة، رغد قاسم، سعاد دعنا، مجد الدوسري، وميس أبو حماد. كلية الدراسات العليا، تخصص المحاسبة، الأول علي معاد علي. الناجحون أيمن أبو عمرة، تخصص إدارة الأعمال، الأولى ديان قباجة. الناجحون حسام هويدي، وجدي الخزاعلي، نسيم محمود أبو شعيرة، تخصص علم الحاسوب، الأولى غدير البيساني، الناجحون محمد المأمون الحسبان، زينب عمر، تخصص التسويق، الأول أحمد سعيد. الناجحون حمزة ربابعة، تخصص الرياضيات، وائل السرعاوي، الأول من تخصص الرياضيات، نجاتي أبو شاور. الناجحون هند الدوري، تخصص الملكية الفكرية،
وإدارة الابتكار. الأول محمد نور نوافلة، تخصص المصارف الإسلامية. الأول عاصم لافي، كلية العلوم، تخصص الرياضيات. الأول إحسان حجازي. الناجحون مالك حامد، يزن الوريدات، آية أبو علي، عدلة صالح، فريال مشهراوي، مسك كليب، تخصص الفيزياء. الأولى إسراء عبد القادر، كلية الصيدلة، تخصص الصيدلة. الأول عبد الله أحمد. الناجحون إبراهيم قاسم، حمزة الزعبي، أسيل المبارك، دعاء الشرع، شهد صباح، غادة خطاب، ميساء محمد، ميسم محمد، ياسمين بوزية، كلية التمريض، تخصص تمريض. الأولى مرام عياش. الناجحون حمزة علقم، شادي صالح، مؤيد الخرشة، محمد بني خالد، محمد عبد الله، محمد شريف كعيكاتي، ياسين السمامعة، أبا عبد الرحمن، أمال أبو حجاج، آيات الموسى، إيمان طوالبة، بثينة عيد، سعدية غنيم، سلام اليونس، شروق مطير، وغفرة أبو رياش، فاطمة جابر، نداء عود الله، وولاء النجار، كلية العلوم الطبية المساندة، تخصص التحاليل الطبية. الأولى
مرام محمد ملسي، الناجحون أحمد السرحي، أيمن ناصر، بشار إبراهيم، بشار عمر، حامد حمدي، زيد سعيد، عبد الله العيدي، عمر عيس، عمر حامد كلوب، فراس ماجد، محمد بدر، وسام حراحشة، إيمان شلنفح، حنين جويدري، دعاء الحجار، دلامة علي، رواء الغرباوي، نعم الزعبي، نهاية محمد، نور أبو شيخة، هبة أيمن، هبة الله المقبل، هديل ربيع، كلية الفنون والتصميم، تخصص التصميم الداخلي، الأول محمد أبو غزالة، الناجحون أحمد الشريف، أحمد حسن، أحمد خميس، أنس القيسي، خالد المشاعلي، سند المعايطة، عامر ضمرة، علي جمهور، ماجد حماد، مثنى مشعل، مجدي أبو اللوز، محمد أبو هلال، دانا صالح، رغد سلامة، رهف نوفل،
سارة خليفة. سامية الزيادي. ملك زيادة. وهديل السويدان. في الختام نرفع أسماء بطاقات الولاء والعرفان المضمخة بالمحبة والوفاء، نزفها باسم جامعة الزرقاء لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، مجددين له البيعة والولاء المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل، سائلين المولى القدير أن يحفظكم سيدي ذخراً وسنداً لنا، وأن يبقى الأردن الشامخ بقيادتكم الكبير بشعبه الواسع بطموحاته واحة أمن واستقرار. حفظ الله الأردن وحفظ مليكه ووفقه لما فيه خير الأمة والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الملكي.